أبو أحمد سوري بسيط دفعته الحاجة إلى اختراع جديد يعمل على تنقية النفط الخام ليتم تصفيته وفرزه ليستخرج منه الغاز والمازوت والبنزين، ذلك بعد فقد هذه المواد في السوق السورية وارتفاع أسعارها بشكل مذهل. يعمل هذا الرجل على تسخين النفط إلى درجة حرارة عالية ثم يمر في مرحلة التبريد لتخرج المواد تباعا. معبي الخزان برميلين هرتجون، بيطلع منه برميل ونص، والنص الثاني بصفي شحم، هذا هو بصفي، شايف؟ ما في شيء مكاب، كمان نرجع لهم كمان نحرقه، كمان نحطه مع الحراق، انتبهت؟ هذا نرجع نحطه على الحراق. هون عملية تبريد، انتبه أخوي، راية جي راية 3 أمتار. لا يقف الاختراع الجديد عند هذا الحد، بل يعمل على تطويره لينتج كمية أكبر في وقت أقل، ذلك من خلال فكرة جديدة يتم من خلالها تكاثف النفط ليتكون في طبقات متعددة، كل طبقة تحوي مادة معينة تستخرج من أنبوب موصول بكل طبقة. بيطلع قاز، بعدين بيطلع مازوت. نسبة البرميلين عرفت شلون؟ بيطلع 50 لتر بنزين و50 لتر قاز أرشون، وتقريبا 125 لتر مازوت، والماء تبقى بصفي شحمي ومشحمي، نرجع نصبها الحراق ونرجع نحرق فيه. تمام. الشغله الثانيه، قمنا صرنا نطور اكثر، جبنا شفت التطور بدي اسالك عليه، قلت تفضل. شوف لسه عم نشتغل فيه، لسه بدائيه. تمام، بنحط خزان 5000 لتر او 10000 لتر، شو بدنا تحط. تمام، عرفت ليش هو؟ هاي البواري، شوفوا هدول البواري شكل مباشر، تبعش شو بكر شكل مباشر ولا شو تمام. يعني حطينا حراق هون، انتبه لهدول البواري، حطينا نار تحت منه، صار احتراقنا وين؟ على البواري مو على الخزان مثل هذاك القديم، على البواري. البواري ايش صار؟ عملت عملية تبخر، دخلت هون البخار. تمام، هلا هيك مشان تقسمه انه كل حنفية لحال، هذا هون للمازوت، تمام، هون للقاز، هونيك للبنزين، اخر شيء للغاز. لأن الحاجة أم الاختراع، ولأن السوريين أقسموا على ألا يستسلموا، يستمر أبو أحمد بتطوير ابتكاره ليزود أبناء منطقته بما يحتاجون من الوقود. شبكة شام الإخبارية، ريف إدلب.